مرحبا، كيفكم؟ معكم سلوم من قناة ألوان تيوب. فيديو اليوم رح يكون عن زوجة اليوتيوبر السعودي محمد مشيع الغامدي، لكن قبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك بقناتنا وتفعيل جرس التنبيهات حتى يوصلكم كل شي جديد بننزله على القناة أول بأول. في البداية حابة أشكركم على الدعم اللي لقيناه منكم في الفيديوهات اللي فاتت، كل الشكر وكل الحب لكم يا أحلى متابعين. وفي هذا الفيديو حنحكي عن زوجة مشيع، وراح أحكي لكم شوية معلومات عنها قبل ما أورجيكم صورتها الجديدة. خلونا نحكي عن الموضوع أكتر. انولدت أم أنس مشيع سنة 1988 في المملكة المتحدة بريطانيا، وعمرها صار تقريبا 32 سنة، وتزوجت قبل 13 سنة من اليوتيوبر العربي السعودي محمد مشيع الغامدي بتاريخ 7/7/2007، واسمه بالكامل محمد سعيد محمد إبراهيم مشيع الغامدي، والمولود في 25/4/1982 ميلادي، يعني تقريبا عمره 38 سنة، وبهيك هو أكبر من إم أنس بست سنوات تقريبا. والمعروف عن إم أنس إنه والدها مغربي ديانته الإسلام، وإمها بريطانية ديانتها المسيحية، وكمان محمد مشيع والده سعودي وإمه بريطانية. وأنجبت إم أنس مشيع 4 أطفال، أكبرهم أنس اللي ولدته سنة 2008، وإيمان البنت الوحيدة في العيلة واللي ولدتها سنة 2010، ويوسف اللي ولدته سنة 2014، وجات أصغر أولادها اللي ولدته في سنة 2019، وكلهم طبعاً انولدوا في المدينة اللي انولد فيها أبوهم وأمهم واللي هي مدينة برايتون البريطانية. وتخرجت زوجة مشيع من الجامعة في تخصص الرياضيات وعلوم الكمبيوتر. وخلال مسيرة عمل السيد محمد مشيع على اليوتيوب حافظ على عدم ظهور وجه زوجته على السوشيال ميديا، وتجنب انه تطلع اي صورة إلها، وهالامر كان برغبتها مثل ما حكى السيد محمد مشيع في اكثر من فيديو على اليوتيوب. أوكي. انا عن ناحيتي راح ارتاح كثير اذا زوجتي طلعت في اليوتيوب، لاني أوكي. كل ما طلع الكاميرا لازم احاول اتجنبها، صح. واذا هي طلعت وبعدين تطلع بالغلط، صح. كل الناس تراسلني هي زوجتك طلعت، لازم اعدل الفيديو، اغربش وجهها. من هذه الناحية انا راح ارتاح كثير، بس هي ما تبغى هذه حريتها، برافو، وما حاجبرها. لكن وعلى عكس المتوقع نشر بنفسه على حسابات عيلة مشيع على الانستغرام والفيسبوك صورة جديدة من ارشيف العيلة لزوجته ام انس، لكن يا ترى كيف كان شكل زوجته في الصورة؟ هذا اللي راح اورجيكم اياه بعد شوي. في التفاصيل، نشر ابو انس مشيع على الفيسبوك والانستغرام صورة لام انس وهي صغيرة بعمر ابنها يوسف مشيع لأول مرة خلال احتفالها بعيد ميلادها السادس، وكتب في المنشور: هذه أم العيال، الله يحفظها لما كانت في عمر يوسف تحتفل بيوم ميلادها السادس، الحمد لله الذي رزقني إياها زوجة صالحة وأم رائعة للأطفال، ربنا يخلي لي إياه ويبارك فيها. وطبعا الصورة أول ما نزلت نالت إعجاب المتابعين، وكثير منهم عملوا مقارنة بين هاي الصورة الجديدة وصور أولادها بنفس السن. ناس كتبت إنها بتشبه يوسف، وناس بتقول إنها بتشبه أنس. لكن كيف شكل أم أنس صار بعد ما كبرت وصار عمرها اليوم 32 سنة تقريبا؟ هذا الشيء راح أورجيكم إياه في فيديو محذوف عن اليوتيوب، واللي كان فيديو مشترك بين قناة مشيع وقناة سيامندو شاهد. شوفوا المقطع. أنا انتبهت له ترى 3 ساعات اليوم فطفشت منه خذوه. إذا أنتوا جداد على هاي القناة ما تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس، وتكتبوا كومنت حلو مثلكم في قسم التعليقات أسفل الفيديو، هذا الشي بيسعدنا وبيشرفنا، وإحنا بنتابع كل التعليقات وبنحاول نرد عليكم كلكم على قدر ما نقدر.